حقيقة النهاردة بيجي استضافة مصر في الدورة 21 اللي بتتسلم فيها مصر تسلم سيادة الرئيس رئاسة قمة الكوميسا للعام المقبل بعد توقف 20 سنة عن تسلم الرئاسة، ودي انطلاقة كبيرة جدا إن شاء الله لمصر. عندنا أنشطة كتيرة جدا منظمها وزارة التجارة والصناعة وممثلة في جهاز التمثيل التجاري المصري وبالتعاون مع الأجهزة الأخرى في الوزارة. عندنا أنشطة وفعاليات كثيرة هتتم خلال رئاسة مصر للكوميسا، وبنتمنى إن شاء الله في ظل رئاسة سيادة الرئيس لهذه القمة وهذا العام إنه نحقق زيادة كبيرة في معدلات التبادل التجاري والأنشطة الاستثمارية المتبادلة بين مصر ومجموعة الكوميسا. الحقيقة احنا عندنا خطط كتير لتقديم خدمات كتير والاستفادة ايضا من الدول الافريقية سواء في مجال التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة، واحنا شايفين ان شاء الله انه خلال الفترة المقبلة لرئاسة مصر للكوميسا سنقدم كل الدعم للدول الافريقية اعضاء الكوميسا، وسنقدم كل المساندة والمساعدة للدول الأفريقية أعضاء الكوميسا من أجل أن نحقق مزيد من التكامل والتعاون الاقتصادي والتجاري. حقيقة الخطة يعني فيها محاور مختلفة جدا، محاور خاصة بالتجارة ومحاور خاصة بالاستثمار، محاور خاصة بزيادة فعاليات المعارض والأنشطة التجارية والزيارات المتبادلة بين الجانبين، وعندنا محاور خاصة بتسهيل عمليات النقل بين مصر ودول الكوميسا سواء تكثيف خطوط الطيران أو النقل البحري أو النقل البري، وبنتعاون حاليا في نشر هذه الخطة على الدول أعضاء الكوميسا من أجل تحقيق الهدف المنشود وهو زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر وأعضاء الكوميسا بنسبة لا تقل عن 50% خلال فترة رئاسة مصر للكوميسا.